أغرب حالات الطلاق في الوطن العربي. إليكم أغرب حالات الطلاق التي شهدها عام 2015 في الوطن العربي. أولاً، طلاق عبر رسالة نصية. رجل عربي اختفى في ظل ظروف غامضة، الأمر الذي أثار قلق زوجته التي بحثت عنه في كل مكان ولم تترك شخصاً من معارفه وأقربائه إلا وقد سألته عن زوجها المختفي. بعد 6 أشهر من اختفائه تلقت الزوجة رسالة نصية من زوجها تقول: أنت طالق. حتى اليوم لا تعرف الزوجة سبب تصرف زوجها غير المبرر، لماذا تزوجها ولماذا طلقها وأين هو؟ طلقها لقباحتها. بالطبع كلنا عرفنا بهذه القصة. عريس رفع دعوى قضائية على زوجته عندما رآها في صباح اليوم التالي للزفاف. ظن للوهلة الأولى أنها لص اقتحم المنزل، ذلك بسبب الاختلاف الكبير الذي طرأ عليها عندما أزالت مساحيق التجميل. قال العريس أنه لم يراها بدون مكياج على الإطلاق أثناء فترة الخطبة. كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد تعاطفوا مع العروس وقالوا أن هذا طبيعي، ويختلف شكل الفتاة قبل وبعد المكياج. وصفها بالغباء فطلبت الطلاق. على الرغم من أن حياتهم الزوجية كانت مثالية، إلا أن زوجة عربية لم تقبل أن ينعتها زوجها ويصفها بالغبية، الأمر الذي دفعها إلى أخذ أولادها والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية واللجوء إلى المحكمة الفيدرالية التي حسمت الأمر لصالح الزوجة ومنحتها حضانة الأطفال بعد إثبات الانتهاكات النفسية التي تعرضت لها الزوجة نتيجة سلوك الزوج. جلد الدجاج هو السبب. طلبت الزوجة من زوجها الطلاق بسبب إصراره على وضع جلد الدجاج داخل طبخة الملوخية، حيث أن زوجها كان يساعدها بالطهي نظرا لضيق الوقت، ومن المفترض أن ينتهوا منها قبل زيارة أقاربهم لتناولهم معهم كوجبة غذاء. هذا وبإصرار الزوج على وضع جلد الدجاج داخل المرقة موضحا أنها تعطي نكهة طيبة في الطعام، إلا أن الزوجة رفضت ذلك. في النهاية نفذ الزوج رأيه والزوجة دخلت موجة من الغضب، وطالبت زوجها بتطليقها بسبب تدخله بأمور لا تعنيه، مما أثار غضب الزوج الذي اعتبر أنه نوع من التحدي والعناد، فقام بتطليقها فورا. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك وشارك الفيديو.